الكمامي نحن اول شيء ما كان هدفنا انه نحن نخيط الكمامي، كان هدفنا انه يكون في كمامه موجوده بالسوق، بس لكن نتيجه الحصار المفروض علينا صار في نقص كثير في الكمامات، فقررنا نحن خياطتها بشكل كامل. صار في صعوبه بتامين المواد حتى من تركيا، زياده الطلب الملح جدا بفتره قصيره جدا يعني خلى الاسعار تزيد كثير، يعني مثلا المواد الاوليه تبعها زاد السعر تبعها يعني بما يتجاوز الاربع اضعاف بهالفتره هاي نتيجه زياده الطلب الكبير عليها ونتيجه انقطاع من السوق اللي عندنا في المنطقه اللي احنا فيها في الشمال السوري المحرر. نتيجة ازدياد الطلب على الكمامي خلى المصدر يرفع سعر القماش كثير، فصرنا نرجع نواجه صعوبة انه بتأمين مصدر يكون سعره متدني للقماش، ما حسنا على الموضوع هذا فالسعر الكمامي بشكل عام ارتفع، يعني صارت هلا تنطرح حتى الكمامي السوري او فينا نقول نحن التصنيع المحلي بال5 دولار لل10 دولار السعر العلبي.